السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول نشوف واحد المعلومة أول مرة كنكتشفها. دابا هاد الكاميو شحال هو واقف دي ماريت، كان المازوط ناقص شاعلة البولة صفراء، وهذه شاعلة تاهي، والكاميو كان ما دي ماراش، والباتريات ديالو خواو. مني الباتريات ديالو خواو وداكشي شارجيناهم ودي مارينا مزيان، ولكن بقات طالعه هاد التالي. بقيت كنشوف كيفاش كنقلب صافي، وانا نعرفها راه ديال الوقت لوطون. هادي الوقت ما مريقلش في الديسك وداكشي. هاد المكان راه يلاه ريقلت دابا، درت 11:08، ولكن التاريخ ما مريقلش. التاريخ ما مريقلش، انا غادي نضطر دابا نريقلو داكشي. وهي هنايا طالع علامة تعجب، أو كتبقى شاعلة ديك البولة. أنا برصدتني هو باقي جديد الكاميو، راه مضاربش يلاه 465، مخاصها تكون شاعلة فيه حتى حاجة. غادي نحاولو نريقلو الوقت والتاريخ وداكشي، ونشوفو معاكم كيفاش كتم العملية. دابا غادي نبداو نحقوه، كيما كتشوفو خاصنا نخرجو الديسك، نحيدوه هذا باش نحقو المكان. الديسك خاصو يكون خاوي كما كتشوفو، راه خاوي. دابا كنبقاو موركين على الام، كنبركو على الام هكا تكطلع لينا هذه ديال الساعه. هنا كنزيدو شي، هنا كتزيد وهنايا كتنقص. الا بغيتي دوز ديال الساعات كتعاود تبرك على الام تاني. هذه هي الطريقه. دابا راه 11:26، صافي كنديرو هكا، نبقاو باركين على الام. صافي كندخلو هذا ديال الديسك، كنتسناو باش مخاصهاش تبقى تكلينوطي بحال ما هو. صافي دابا تريقلت، ها البولة طفات. حيت هاد البولة انا راه كنصعبها مارد ديالي، اش هادي؟ حيت انا ما كنصوبش كاميو بزاف، ما كنتش عارف ديال الديسك وداكشي، ولكن حيت بانت ليا هاديك تي عرفتها راه الطون، شفت الوقت ما محققش عرفتها راه. دابا غادي نديناري ونشوفو. هادي راه ديال الباب، صافي راه كلشي مزيان، مبقاتش على تابولة. وكيما شفتو راه القضية راه ساهلة، راه ماشي راه كاين كاع عامر غبر هادشي. هذا غادي نمسحو، نضربو عليه بواحد المسيحة. هادي هي النتيجة النهائية كيما كتشوفو. حنا غادي نديماريو البولة اللي كانت شاعلة، راه الباتري طلعات بان راه ضعيف شويه، الا لاحظتوا ديال الباتري طلعات ومشات. دابا خاصو يتشارج مزيان، نحاولوا نمشيو به شويه. وهاديك التيمو راه حيدات، راه ديال الوقت وراه ساهله زعما، راه ماشي شي حاجه، كتحقق المكانه ديالك صافي كطفى. هادشي اللي كاين، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. السلام عليكم.